مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراف. قالت وزيرة البنية التحتية لوينا جيفيسلا أن النمسا مستعدة إذا قطعت روسيا الغاز، موضحة أن المجلس الاستشاري للتحكم في الطاقة اتخذ تدابير للاستجابة بسرعة في حالات الطوارئ، وهذا بعد إصرار روسيا على الدفع بالروبل الروسي، لكن هذا مستحيل بسبب العقوبات على روسيا، ويتهم الاتحاد الأوروبي موسكو بانتهاك المعاهدة. ووفقا لجيفيسلا فإن الخطوة الأخيرة هي تحديد من يجب إعطائه الأولوية في حالة الطوارئ من خلال اللوائح، حيث ستطلب إي كنترول من بعض الشركات تخفيض استهلاكها على أساس طوعي، ثم يمكن الوصول إلى احتياطات الغاز المملوكة لشركة غاز بروم الروسية وليس للجمهورية، ومرافق تخزين الغاز المحلي ممتلئة حاليا بنسبة 18% فقط. يتوقع البنك الوطني النمساوي نمواً اقتصادياً أقل بكثير بنسبة 3.6%، وبالتالي أقل بمقدار 0.8 نقطة عن شهر ديسمبر، وتضخماً أعلى لهذا العام إلى 5.3% بسبب حرب أوكرانيا، حيث قال رئيس البنك روبرت هولتسمان أن التنمية الاقتصادية تتأثر بشكل كبير بهذه الحرب وعواقبها، وتمثل نقطة تحول، وأثار الحرب مسؤولة عن حوالي نصف التراجع للناتج المحلي الإجمالي وحوالي ربع الزيادة في التضخم. ومع ذلك فمن المرجح أن يضعف التضخم بشكل كبير مرة أخرى في السنوات المقبلة، وفي عامي 2023 و2024 يتوقع البنك معدل تضخم يبلغ 2.9 و2.3% على التوالي، مع حدوث تباطؤ إضافي في نمو إجمالي الناتج المحلي من 2.2% إلى 2%. ومع ذلك إذا استمرت الحرب لفترة أطول وتم تشديد العقوبات على روسيا، فمن المتوقع أن تكون التأثيرات على النمو والتضخم أقوى بكثير. طالب حزب الحرية اليميني FPO بدعم 300 يورو للجميع للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة وخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى النصف، وتخفيض ضريبة الزيوت المعدنية. وقد انتقد المتحدث باسم الطاقة كريستيان هافن إيكا لحزب الحرية اليميني وزيرة المناخ لوينا جيفيسلا التمسك بالأيديولوجيات والخيالات في القدرة المطلقة وعدم التفكير في تخفيف العبء عن كاهلي السكان. كما يشك هافن إيكا أن الغاز القادم من قطر أو الإمارات العربية هو غاز ليس أفضل من الناحية الأخلاقية من الغاز الروسي، لأنه في كلا البلدين يتم حظر الأحزاب السياسية وانتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن الغاز من الشرق الأوسط يسبب مشاكل بيئية أسوأ بكثير، حيث يتم تسييله بتكلفة كبيرة ثم جلبه عبر السفن الملوثة للبيئة لأوروبا. أدانت محكمة فيينا الإقليمية شاباً نمساوي يبلغ من العمر 25 عاماً بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب لقيامه بنشر دعاية إسلاموية راديكالية ومحاولته تجنيد أعضاء لصالح داعش وجمع التبرعات لمقاتلين لهم ولعائلتهم وتحويل الأموال لهم. ومن خلال تعاون الأمن النمساوي ومكتب ولاية فيينا لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب مع السلطات الأجنبية، فقد تم القبض عليه في سبتمبر 2021، وحكمت محكمة فيينا الإقليمية على المتهم بالسجن 21 شهراً، 7 منها غير مشروطة، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ والحكم النهائي. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة السادسة في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.